مرحبا بكم الاخوه والاخوات الطلبه والطالبات في شعبه جديده من شعب لي موليسك الرخويات الموديل 23. اذا قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا مزيان الاخوه والاخوات ننبهكم انكم خصكم تابونوا معنا في لاشين ديروا بارطاجي لي فيديو على اساس ان شاء الله ان ثقافه تبادل المعرفه وثقافه تبادل المعلومه والبارطاج ديال المعلومات تكون يعني يطلقوها وتكون يعني خاصيه بين الطلبه والطالبات. اذا تابونوا معنا في لاشين. اذا لومبرونشمون اللي شفنا لي زاناليد دابا نشوفوا لي موليسك. اذا لي موليسك كتنتمي للسيلومات بروتوستوميان ايبينوريان. إذن سيلومات شيلي ميتازوا تريبل بلاستيك سيلومات ليميزوديرم سو كروز دين كافيتي كلوز لو سيلوم شيلي ميتازوا تريبل بلاستيك سيلومات سون ديفيزي كلاسيكمون و بروتوستوميا و دوستوميا دي شفناهم ديجا يعني ملي كنقولو سيلومات عندنا دي بروتوستوميا و دوستوميا. دابا غنشوفو لي بينوريان شيلي ميتازوا تريبل بلاستيك بروتوستوميا لا بوش سو فورم لو بلاسمون يعني لا بوش كيتشكل هو الاول عاد لاني سو كتجي من بعد. دابا ايبينوريان شنو هو؟ كنقولوا ايبينوريان لي سيستيم نيرفو اي كومبوزي اون بارتي دي شيل غونغليوني فونترال بارابور او تيب ديجيستيف سو سون دي زيبونيريان. ايبينوريان فيهم ثلاثه لي زاناليد لي موليسك لي زارتروبود. دابا الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا هو على حسب لي موليسك. لي موليسك هما لي زانيمو اكوختمو نومي تاميريزي اسيميتري فوندامونتالمون بيلاتيرال بارفوا موديفي بار اون تورسيون كلاس دي غاستيروبود. إذن في هذه الشعبة هذه عندنا سبعة ديال لي كلاس. عندنا الأولى لي زبلوكوفور، بلوكوفور الشكل ديالهم على شكل دودة فيغي فورم و نو سكريت با دو كوكي، هادو ما عندهمش الكوكي لي زبلوكوفور. مهم ما عندهمش الكوكي كيطيح بزاف في الامتحان. مونو بلاكوفور نيتي كوني كاليتا فوسي، هادو ما معروفينش إلا في ليطا ديال الفوسي المستحدثة، ما كاينينش دابا. بولي بلاكوفور شيتون عندنا شي ولا كيتسمى شيتون بريزونت اون كورب ابلاتي ريكورب دو وي بلا كالكير سكافوبود موليسك ا كورب الونجي بروتيجي بار اون كوكي لاميلي برونش موليسك اكواتيك موني دي كوكي دو فالف ارتيكولي هادو عندهم جوج ديال لي فالف وعليها كنقول لهم كذلك لي بيفالف يعني كيتسموا لي بيفالف ولا لي لاميلي برونش. غاستيروبود موليسك اسيميتري اسيميتريك à structure asymétrique. Céphalopode, mollusque dont le pied est transformé en une série de tentacules, prend le seul record de la tête, c'est-à-dire un homme tentacule. Et dans les aplacophores, la classe l'oula, les aplacophores, quand l'un des chèques de la à la chèque d'oula, vériforme dont le pied est remplacé par un sélampidio, c'est lié ventral, le manteau ne secrète pas de coquille, mais du spicule calcaire. Ok, il y a chez le coquille, ou là, qu'il y a un petit spicule calcaire. Pronomina, mollusque marin benthique. كلاس الثانيه الكلاس مونو بلاكوفور ديكوفيرت اون 1952 اي نيتي كوني كا ليتافوسي اي ميزور كيلكو ميليمتر دو ديامتر اي بريزونت اون اورغانيزم كي رابيل سيل دي زاناليد كي الاورغانيزم ديالو كتشبه لهذيك ديال لي زاناليد. نيو بلينا غالاتيا سي لان دي بلوز انسيان مولوسك فيفون دراغويي ا لويست دو مكسيك با 3500 mètres de profondeur insulgent et une quinzaine d'espèces. La classe Taltel Pouliplacophore, chiton, présente une courbe aplatie recouverte de 8 plaques calcaires, un de 8 plaques calcaires mobiles dorsales, imbriquées comme le tuyau d'un toyau, c'est rame. Ce sont des animaux marins herbivores qui vivent sur les roches, les taureaux, ils peuvent s'enrôler en boule pour se protéger, chiton. الكلاس اللي من بعد سكافوبود مولوسك اكورب الونجي كما كتشوفوا بروتيجي بار ان كوكوي تيبولير اختي اوفيرت او دوز اكستريميتي مفتوحه من كلا الحدين لا تيت ابورت لي تونتاكيل عنده لي تونتاكيل بريزون ريتراكتيل كابتون لا كابتور بيرميتون لا كابتور دو بخوا ميكروسكوبيك سو سون دي زانيمو مارين فوسيي. المثال هو الدونتال دونتاليوم دونتال اون فورم دو ديفونس ديليفون على شكل هذاك ديال الفيل. لي لامي لي برونش موليسك اكواتيك موني دي كوكي ا دو فالف ارتيكولي اونتر ال بار اون شارنيير اي مانوفري غراس اون موسكل ادكتور. لي برونش سون ديفلوبي اي فورمون دي لاميل كي بوندون دو شاك كوتي دو كورب.
على اين هادو معلومات اللي بغا يشوفهم مازال على لي فال يوقف الفيديو يقراهم. الكلاس اللي من بعد لي غاستيروبود, لي غاستيروبود موليسك استريكتو اسيميتريك ريزولتون دين انرولمون دو كورب او ستاد لارفير. لا كوكي اي فورمي دون سول فالف كونيك انرولي de forme spirale par suite dans l'enroulement de manteau. Patella, chapeau chinois, vit sur les roches dont les ondes littorales battues par les vagues. Helix escargot terrestre. Le classe l'Achera, céphalopode mollusque dont le pied est transformé en une série de tentacules préhensiles recouvrant la tête. La coquille peut être interne, externe, absente. Coquille. Interne, externe, absent. Sont tous des animaux marins benthiques ou pélagiques. Adna, tlatat diel les ordres. Adna sepia, ou adna l'octopus, ou adna l'oligo. Sepia, qui est le cadalic siège, adna achra diel les tentacules. Adna adna tmania, le chachin est le lion octo. 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 Pod. هادو 10 سيش يعني سيبيا سيش اوكتوبوس بولب لوليغيو الكالامار اوكتوبود دي بورف دو كوكي. هادو ما عندهمش الكوكي. هادو دي كابو دا كوكي اون فورم دو بلوم الكوكي ديالهم على شكل ريش. دي كابو دا كوكي كالكير انترن كوكي ديالهم كالكير انترن. الامثله ديال لي كيستيون ديال ليكزامان هادو نيت كيتحطوا بزاف السيبيا واللوغو والاوكتوبيس. هادو تقريبا الامتحانات اللي شفتهم كيكونوا فيهم الا ما كانش بثلاثه كيكون واحد. السيبيا سي تان دي كابول سي صحيح سي تا لو بولب. لا ماشي بولب سي سي سيبيا هو سيش ماشي بولب. دي اوكتوبود لا هو دي كابود كوكي انترن عندو كوكي انترن. هي كوكي كالكير انترن. لو ليغو كوكي اون فورم دو بلوم هي على شكل لا سي تان دي كابوت صحيح. لو ليغو هو دي كابوت سي لا سيش. لا لا قلنا لا سيش هي ديال سي بي اف. دونك لو ليغو عندو الكالامار. لو ليغو سميتو الكالامار. سي تان اوكتو اوبود لا سي تان دي كابوت ما عندوش اوكتوبيس. عندو هنا اوكتو اوكتوبيس اوكتوبود يعني 8 8 ديال التنتاكيل اوكتو. غير تشوفو اوكتوبيس مباشره كتمشي لاوكتوبود يعني سي تان اوكتوبود. دي بوفو دو كوكي ما عندوش الكوكي. ها هو اوكتوبود دو بوفو دو كوكي ما عندوش الكوكي. لي زابلاكوفور موليسك دو فورم كونيك. لا خطا فورم ديالهم فيري فورم على شكل هذا دون نون دو سكريت ان كوكي كاركتيرستيك. لا قلنا هادو ما عندهمش الكوكي. موليسك مارين بانتيك صحيح. سو ديبلاس بار ان سيلون بيديو فونترال. Les chitons, animaux marins carnivores, là, gna herbivores, on m'a herbivores, herbivores, courbes recouvrant de 10 plaques calcaires, là, endurées, il y a plaques calcaires, pouvant s'enrouler en boule pour se protéger, c'est plaques dorsales imbriquées, c'est les gastéropodes enroulement du courbe au stade larvaire. Le manteau enroulé sécrète la coquille. Le mollusque à structure symétrique. La structure asymétrique. Comme ça, vous voulez. Alors, tu dis la question. Mollusque à structure asymétrique. Coquille formée de deux valves coniques. La deux valves coniques. Dial il a mis les branches. Machi dial le gastéropode. Et d'un céphalopode, animaux marins benthiques. Céphalopode. Machi animaux marins benthiques. Animaux marins benthiques ou pélagiques. Ou pélagiques. Benthiques ou pélagiques. Les céphalopodes tentacules présents recouvrent la tête ne possèdent pas de coquille. La ndul coquille. La coquille peut être interne ou externe ou absente. Les céphalopodes ont mal les dakhli fihom athlata sepia ou les logo ou octopis. Les céphalopodes ne possèdent pas de coquille. La ndul coquille. Rien le logo ou ma ndul coquille. Afouane. L'octopus, هو ما عندوش الكوكي. اما الاخرين راه عنده الكوكي. انيمو اكسكلوزيف مارين صحيح. اذا الى هنا كنجي على نهايه هذا الفيديو. هذا كنتمنى انه تكون نال الاعجاب ديالكم والاستفاده. الى كانت شي ملاحظات مزيان تقولوا لنا في الكومنتير. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.